بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواتي الأعزاء، بنقدم تقرير عرض المشاهدات عن حفل يوم الجمعة 27/8/2021، وبنقدم هذا التقرير ليه؟ عشان اخواتنا يشوفوا البيوت بتاعتهم بتشاهد ازاي، وهذه من قبل المصداقية. في الاول بتوجه بالشكر لاختنا منى رشاد، وشكرا لها على تشجيع، وصاحبة الشعار بتاعنا اللي رابط عيلة تحيا مصر، شكرا لاختنا منى رشاد. وشكرا بوجه دايما شكري للاشراف، شكرا للاشراف، لانه فعلا بيتعب الاشراف، فعلا بيتعب، ربنا يبارك فيهم ان شاء الله تعالى. بنيجي نشوف المشاهدات بتتم ازاي، نيجي نشوف، نجيب من الاول. معانا في المشاهدات معانا لمة الاحباب زي ما احنا شايفين، معانا ايضا ده مين، ده فهد، معانا فهد، معانا ايضا ده عينة بس من اجمالي من العدد الاجمالي، بس ده تصوير على كمبيوتر الواحد فقط دلوقتي اللي عليه المشاهدات دي، لكن الاجهزة القنوات التانية شغالة على الجهازين التانيين. معانا اكلات ام اسلام، معانا ايضا اخت الغالية الف نونة ونونة، معانا منوعات جوجو، نوعات جوجو ده التحدي سمسم البليلة، ومفاجأة مضحكة، ماشي ومضحك جدا، نوعات جوجو. معانا ايضا اكلات ووصفات هند، تمام. معانا ايضا ده مين، نوجا دي، نوجا، معانا نوجا، اختنا نوجا، معانا ايضا يوميات انا وابني، معانا ايضا ابو فريال الغالي، ابو فريال، معانا ايضا الاكل الليبي، تمام. معانا ايضا يوميات بنوتة مخطوبة، معانا ايضا منوعات سمسم، معانا ايضا هنا مين، نشوف مين، منوعات احلام حليمة، منوعات احلام حليمة، معانا ايضا شهويات ومطبخ حليمة، الاثنين حليمة ورا بعض، معانا ايضا عالم ام ابراهيم، الفيديو فين دلوقتي، تمام. معانا ايضا منوعات ام خوخة، معانا ايضا نادية ام اسيل، معانا ايضا تحديات سلمى ومحمد، تمام كده. عرض المشاهدات اللي بتتم على هذا الجهاز، وده هذا الجهاز مجرد عينة فقط من اجمالي القنوات بالكامل. اخواتي الاعزاء، اللايف بتاعنا بيكون الساعة 11، الساعة 11 كل يوم، ساعتين زمن، ساعتين زمان، ما بنزودش عن ساعتين، بالله عليكم التفاعل يكون بصدق علشان نكبر مع بعض وتكبروا مع بعض، بالله عليكم ما ينزل الرابط كلنا نعتبر ان الرابط النازل ده بتاعنا علشان نكبر مع بعض لو سمحتم. اللايف بيكون ساعتين، الساعة الأولانية زي ما انتم عارفين هي عبارة عن العصافير، والساعة الثانية اللي بيثبت فيها بنوزع عليه الألف ساعة. وكده من أول ما بدأنا مشوار الألف ساعة كده اليوم 28 على التوالي، يعني كأنهم 28,000 ساعة لحد دلوقتي، 28,000 ساعة في شهر،
28 ألف ساعة في شهر. ده بيكون هدايا لإخواتنا لإخواتنا. وما انساش طبعا اتوجه بالشكر كل اللي هو بيساعد في الخير، بيساعد في الخير من الخير يعني. وانت بتعمل خير خلاص ما تحاولش تطلب حاجة لنفسك، وبقول وبأكد تاني تمام. وشكرا لكل اللي هو في عيلة تحيا مصر ورافع شعار تحيا مصر، وعشان مصر أم الدنيا، وكلنا كلنا إيد واحدة، كلنا إيد واحدة تمام. لأن قد يكون هناك ناس مزع نفسهم مزعزعة من هذا الشعار، فإحنا محتفظين بهذا الشعار اسمه شعار عيلة تحيا مصر. الكل من أجل الفرد، والفرد من أجل الكل. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.